في لندن عرس جزائري لإلقاء الضوء على جانب مغمور من التراث الجزائري، لا سيما ذلك المتعلق بالعروس وزيها، وكما نقول في لبنان عقبال العوزين. أردنا إقامة حفل زفاف لتشجيع الجزائريين الراغبين بالزواج على التعرف على بعضهم. أحب الحناء لأنها عمل فني وتمثل إحدى نواحي الثقافة الإسلامية. لدينا جالية جزائرية في هذا البلد، لكن تمثيلها ضعيف أو غير موجود إطلاقا. لذلك أردنا الاستمرار في القيام بمهرجانات كي نثبت وجودنا هنا. لدينا طعام شهي، ونقوم بتنظيم ورش عمل وأنشطة كي يكتشف الزائرون الثقافة الجزائرية. تختلف حفلات الزفاف في الجزائر باختلاف المناطق، ويظهر ذلك من خلال الفساتين وطرق تسميمها. تشبه تقاليد الأعراس غربي البلاد تقاليد الأعراس في المغرب، أما في الشرق فتقترب من مثيلاتها في تونس، أما الوسط فله طابعه الخاص. هذه العروس تشبه عرائس غرب الجزائر، نراها ترتدي فستانا تقليديا أبيض اللون كما تجري العادة، ويكون رأسها مغطى ووجهها مستورا دائما كي لا يراها الحاضرون. تخرج العروس من دار أهلها وتقوم بجولة تنتهي بها عند منزل أهل العريس. يواكب بعض الناس العروس في جولتها، وهو أمر شائع في كل مدن الجزائر وقسنطينة وغردايا. ترتدي هذه العروس الكراكو، وهي سترة مطرزة بخيوط ذهبية بالإضافة إلى السروال الخاص بمدينة الجزائر. تغير العروس ثيابها لدى وصولها إلى منزل العريس، فترتدي الكراكو ويذكر هذا اللباس بالتقليد الجزائري القديم. ثمن السترة مرتفع جدا، فهي مطرزة بالذهب. تدل السترة على غنى العائلة، فكلما كثرت خيوط الذهب كلما دل ذلك على ارتفاع ثمنها. السترة الخضراء التي نراها هي من تقاليد منطقة الهضاب في الجزائر، ترتديها عرائس وسط الريف الجزائري. تدل بساطتها وخلوها من الزينة الفضفاضة على طابعها القروي. تدوم حفلة الزفاف في وهران أطول من مثيلاتها في باقي مناطق الجزائر، إنها تشبه بذلك حفلات الزفاف في المغرب والتي تستغرق أسبوعا كاملا. تلبس العروس من مدينة قسنطينة فستان العرس هذا غداة أو قبل ليلة من العرس، ويقوم طفل خلال حفلة الزفاف بوضع زنار حول خصر العروس. يرمز هذا التقليد إلى الخصوبة المتوخاة من الزواج، ثم تجلس العروس على كرسيها وتقف 7 مرات متتالية، ويرمز هذا التقليد إلى أيام الأسبوع 7. اخترنا هذا الزفاف كمنبر للعديد من الجزائريين الذين استفادوا من رؤيتهم للعادات الجزائرية، ولتذكيرهم أنهم يمكنهم أيضا إيجاد شركاء المستقبل في هذا البلد دون اللجوء إلى السفر للجزائر.
لقد ساعدناهم على توفير تذكرة السفر من خلال تنظيم هذا النشاط. آخر شيء تقوم به العروس قبل ارتدائها لثوب الزفاف هو وضع الحنة، وهي من المراسم الجميلة التي لا يجب تفويتها. أحب الحناء لأنها تعتمد على الفن وتمثل ثقافة مختلفة، فهي تمثل ثقافة الجالية المسلمة. أنا فنانة كذلك وتخرجت من كلية الفنون. عادة ما أذهب إلى المتحف البريطاني لرؤية الفن المصري والجزائري واستلهام أعمالي منها. إنها تقاليد ممتعة وطعام رائع، وكلاهما مختلف عما يوجد في أوروبا، أو على الأقل من حيث أتيت. أكثر ما لفت انتباهي هو الإحساس بالانتماء إلى مجتمع ما. اهتمام الناس الذين يتلاقون هنا، وخصوصاً الأطفال الذين تراهم يلهون في أرجاء المكان ويختلطون مع أترابهم. أشعر بسعادة غامرة للمشاركة في هذا الحدث.